بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. أنا قائد العمليات العسكرية على جبهة الأشرفية التابعة للواء شهداء بدر. نقوم الآن بدك معاقل وتجمعات حزب الله والبسيج الإيراني وكتاب البعث المتواجدة في منطقة الأشرفية والأمن الجنائي ومبنى الزراعة ومشفى أسطوريان وفرع المداهمة، وذلك بعد تصعيد عملياتنا العسكرية على كل من الأشرفية والخالدية وشارع النيل والسريان والشيخ طه والميدان. وقد كنا أعلننا في وقت سابق أن هذه المناطق هي مناطق عسكرية، وسنقوم بتوجيه أقوى الضربات على هذه الجبهات، والله ولي التوفيق. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.